خد بقى تشكيله اتحاد اسكندريه كابتن فاروق. اتحاد اسكندريه محمود السيد، عبد الرحمن فاروق ناحيه اليمين، واحمد السيد، عمرو نبيل، هشام شحاته باك ليفت، هاني سعيد بيلعب في نص الملعب، ده بيلعب زي الليبرو في نص الملعب، وبعدين بيلعب محمود كابونجا وعاشور الادهم ناحيه الشمال، كريم المنش ناحيه اليمين، يوسف اوباما مهاجم واحد اللي هو محمد شعراوي، بدلاء الهاني سليمان، محمد عادل، احمد الالفي، باتريك نجومة، مصطفى جابر، بازوكا، واكرم عبد رب. الغيابات باولو سيزار ومحمود شعبان لاسباب فنيه، وما عندهمش لا اصابات ولا ايقافات. طيب محمد عادل يا كابتن الحكم، ممدوح مصطفى، ومحمد عبد العظيم، وجلال احمد حكم رابع. جميل.